وصلت سيارة ويف موديلها الأخير 23 شنجان سي اس 85 نسخة الليميتد، تعتبر هي فيت الفل كامل. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم نتكلم فيها عن سيارة مميزة ضمن السيارات الصينية بتصميم الكوبيه، سيارة شنجان سي اس 85 في موديلها الأخير 23. طبعا مثل ما نلاحظ تصميم السيارة تصميم كوبيه، تصميم جميل رياضي عصري أكثر. بشكل سريع نتكلم عن أهم التجهيزات والمواصفات اللي عليها. طبعا تتميز هذه السيارة مثل ما نلاحظ بقصة الكوبيه، قصة جميلة ورياضية أكثر، وهذه هي من الجنب بشكل كامل. طبعا صارت عليها تحديثات أو فيس ليفت في 2022 مثل ما نلاحظ، تغييرات وإضافات بسيطة. وهنا التصميم الخلفي، وكالعادة يا سادة نبدأ بالواجهة الأمامية ونشوف أهم التفاصيل اللي موجودة عليها. طبعا في الواجهة الأمامية نلاحظ أنه الإضاءات طبعا كلها LED بالنسبة للعالي والواطي مع خاصية الليد النهاري. نلاحظ على السيارة في حساسات أمامية وحساسات جانبية. طبعا أتكلمنا عن إضاءات راح نشغلها بعد شوي لعيونكم أبشروا، بس خلوا شوي كذا. عندنا حساسات جانبية بحكم أنه السيارة فيها أوتو بارك وتقدر تحرك السيارة وتقدمها وترجعها كلها بالريموت. هنا الحساسات، عندنا الواجهة الأمامية صارت عليها تحديثات مثل ما ذكرنا، الشبكة الأمامية صاير تصميمها أجمل. نلاحظ نسخة الاس مطبوعة هنا، كاميرا أمامية من أصل عدة كاميرات محيطية ناخذ منها 360 درجة، هذه الكاميرا الأمامية. وبالجزء السفلي طبعا عندنا رادار أمامي بالإضافة له شبيه ألياف الكربون، وهنا عندنا كشاف ضباب. الزوايد اللي هي باللون الأسود ما شاء الله معطي السيارة منظر ولا أجمل. هنا جنوط كروم، جاي الجنط باللون الفضي واللون الرمادي. نلاحظ بالتحديد نتكلم عن تفاصيل، نتكلم عن حاجات، نتكلم عن ميزات كثيرة. عندنا مقاس الجنط 19 إنش، ونلاحظ طبعا هنا إشارات بالمرايات، عندنا برضو اللي هو الكروم أسفل المرايات، وعندنا كاميرا جانبية، عندنا خاصية الدخول الذكي والمتعارف عليه بالبصمة على باب السائق والراكب الأمامي. نلاحظ هنا طبعا شعار شنجان بالشكل الجميل، وعندنا تطعيمات كروم برضو هنا، وعندنا برضو بالخلف نفس التفصيل، عندنا سقف بانوراما، عوارض بالسقف، زعنفة موجودة بالخلف مع جناح طبعا بشكل بسيط، إشارات خاصة بالفرامل بالخلف، عندنا أربع فتحات للعادم، حساسات خلفية وكاميرا خلفية. طبعا هذه حساسات جانبية كمان على السيارة، كشاف ضباب بالجزء الخلفي. رأيكم بتصميم السيارة؟ تصميم ولا أجمل، تصميم أنيق وراقي ورايق. حول النوافذ إطار بشكل كامل من الكروم، لأنه كان باللون الأسود كان ضاف شيء جميل على السيارة. خلونا الحين نتكلم عن تصميم المحرك أو أرقام المحرك القلب النابض بشنجان سي اس 85. طبعا الحين راح نسمع أفضل أو أجمل الأرقام بالنسبة لقلب النابض. عندنا محرك شنجان سي اس 85، نفتح هذا المحرك بهذا الزر، وهذا هو المحرك. طبعا اذا فتحت ضغط المحرك كل اللي عليك انك تغير بطارية وتحبل نوعية المساحات، غير كذا باقي كله على الوكالة. لكن نظرة سريعة ناخذ على غطى المحرك، هذا هو المحرك. نتكلم بالتحديد عن محرك 4 اسطوانات سعة 2000 سي سي مدعوم بشاحن توربيني الاحصنة، نتكلم عن 233 حصان عزم، نتكلم بالتحديد عن 360 نيوتن مرتبط بناقل حركة 8 سرعات. تسارع السيارة من 0 لـ100 نتكلم فيه 7.5 أجزاء من الثانية. استهلاك البنزين 14.71 كيلو لكل لتر بنزين، التقييم ممتاز، بنزين 91 دفع أمامي 2023 2000 سي سي. هنا تانك البنزين تقريبا سعته حول 60 لتر. هذه هي إمكانيات أو أرقام القلب النابض شنجان سي اس 85. نلاحظ ان البطانه هذه تقلل من الصوت اللي خارج من المحرك للمقصوره الداخليه كنوع من انواع العزل، ونلاحظ برضو بالجزء الداخلي اللي غطى المحرك او الكبوت. خلونا الحين نتكلم عن بعض التجهيزات الداخليه.
وكالعادة يا سادة نبدأ بالمقصورة الخلفية، وما شاء الله على الرحابة والسعة الداخلية. عندنا هنا بيانو بلاك كروم بشكل كامل، تصميم 3D بشكل جميل، بيانو بلاك، نوافذ كلها كهربائية، تطعيمات كروم. عندنا هنا مساحة تخزين بالأسفل، عندنا هنا مثبت لمطاط الأطفال أو الأيزوفيكس، هنا تكاية بالوسط بالإضافة لفتحات تكييف في الخلف، وعندنا هنا منفذ USB، هنا برضو رتبة 3D بشكل جميل. عندنا مساحة تخزين خلف المرتبة أيزوفيكس أكيد موجود، وفيها إيرباقات. تطريز طبعا باللون الأحمر، المراتب الداخلية جاية باللون الأحمر واللون الأسود مع التطريز اللي هو باللون الأحمر بشكل جميل. وهنا عندنا في الشنطة الخلفية تنفتح وتتقفل كلها كهربائية بضغطة الزر. إضاءات الخلفية طبعا LED، ما نسينا موضوع الإضاءات راح نشوفها بعد شوي. عندنا هنا الاستبنة، أدواتها من الوكالة. طبعا بالنسبة لهذه السيارة فقيمتها ب100,000 ريال. عندنا هنا بالخلف مثل ما نلاحظ اللي هو الشنطة الخلفية تنفتح كهربائية، وهذه المساحة الداخلية بشكل كامل. هنا إنارات داخلية مثل ما نلاحظ. طبعا شفنا مساحة التخزين اللي هي موجودة هنا وموجودة هنا. نقفل الشنطة بضغط الزر. طبعا عندنا بالمرايات النقطة العمياء. خلونا ندخل ونشوف السعة الداخلية أو الرحابة الداخلية، وهذه هي بشكل كامل سقف البانوراما، إضاءات داخلية طبعا نلاحظ LED، وهذه هي السيارة يا سادة يا كرام. خلونا الحين نشوف، طبعا هنا في إيرباقات، هنا السماعات مثل ما نلاحظ، مقابض داخلية كروم، تطريز باللون الأبيض، هنا اللون الأبيض منها، هذه اللون الأبيض. طبعا تتوفر عليها تقريبا حول 8 ألوان أو 7 ألوان. عندنا الأسود والرمادي واللون الأبيض واللون الأحمر، طبعا عدة ألوان. مرتبة السائق والراكب كلها بحركة كهربائية مثل ما نلاحظ. هنا عندنا النوافذ كهربائية، هذه السماعات مثل ما ذكرنا، طبعا فيها ألوان داخلية تكون بالأسفل، راح نشوف بعد شوية الألوان في شنغان CS85. طبعا مثل ما ذكرنا فيها عدة ألوان، عندنا اللون اللي هو البنفسجي أو الأحمر والأحمر والأبيض والأزرق والرمادي بالإضافة للون الفضي والأسود. والحين من ناحية السائق، وما شاء الله، رأيكم بالتصميم الداخلي ولا أجمل؟ هنا مثل ما نلاحظ إعدادات بسيطة راح نشوفها بعد شوي. هنا نتكلم هنا تحكم على الستيرينج برضه أو عجلة القيادة ما شاء الله. أول حاجة نشغلها، وشغلناها. عندنا هنا تحكم بالدركسون ومثبت السرعة وحفاظ على المسار. خلونا نقفل المكيف، صوت التكييف شوي عالي. عندنا أول شيء تحكم بالستيرنج مثل ما نلاحظ، تحكم بالدركسون، هنا النوافذ كلها كهربائية. عندنا هنا بهذا الجزء نلاحظ تراكشن بالإضافة لنظام المحاضرات، فتح الشنطة الخلفية والإنارة كلها موجودة هنا. عندنا هنا بالدركسون طبعا نلاحظ الدركسون مكسب الجلد مع تطريز باللون الأحمر بشكل جميل. صوت البوري صوت رايق ورائع. وهنا عندنا بريك إلكتروني، تشغيل السيارة بالبصمة، درايف مود، وضعيات القيادة. عندنا طبعا حسب الثيمات تتغير معك وضعيات القيادة بكل ثيم طبعا، لكن عندنا ملاحظة بسيطة، غطاء المحرك طبعا مفتوح. عندنا ألوان داخلية مثل ما نشوف هنا، أزرار البيانو بشكل أزرار البيانو، تصميم وتبريد بالمراتب الأمامية بالإضافة للأوتوبارك، حساسات، الكاميرات المحيطية 360 درجة بشكل جميل وجودة عالية، تتحكم فيها حسب الحاجة طبعا بضغط الزر، تتغير معك مثل ما نلاحظ. عندنا منفذ 12 فولت، وعندنا هنا برضو اللي هو الدرج. وهذه أغلب الإعدادات والمواصفات والتجهيزات اللي موجودة على شنغان CS85.
عندنا هنا الإنارة الداخلية بيت للنظارة، عندنا الشماسات فيها مرايات وفيها إنارة. تظليت مثل ما ذكرنا باللون الأبيض، طبعا كسيارة رياضية شبابية عصرية أكثر، نلاحظ عليها حاجات جميلة وبس. أتمنى أن التغطية نالت إعجابكم. في النهاية مثل ما ذكرنا في البداية راح نوريكم الإضاءات، هذه الإضاءات العالي والواطي كشاف الظلام بالجزء السفلي. مثل ما ذكرنا في البداية لاحظ طبعا خطوط باللون الأحمر بالجزء السفلي للسيارة، وهذه الإنارة الخلفية لشنغانسي S85. أتمنى التغطية نالت إعجابكم. مثل ما ذكرنا في البداية راح نقول في النهاية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية، واللي حاب يضيف انه بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام وفيسبوك كل الروابط بخانة الوصف، وفأول رابط تلقون تفاصيل السيارة بشكل كامل. وإلى هنا في أمان الله.